بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، احبكم في الله. النهاردة جاية ومعايا كنافة نابلسية. الكنافة النابلسية دي تعجبكم جدا يا جماعة، طعمة ومغذية وروعة روعة، تعجبكم جامد. نشوف مع بعض المقادير كده بالراحة، واحدة واحدة، وتابعوني خطوة خطوة. هي بسيطة وسهلة تعمل على طول. معايا النهاردة حوالي نص كيلو كنافة، تمام؟ نص كيلو كنافة انا كنت حطاها في الفريزر وطلعتها زي ما انتم شايفين، وفركتها جامد لحد ما تفتفت فتفت صغير. هنحط عليها ان شاء الله نص كوباية سمنة، نص كوباية بودرة سكر بودرة، ومعايا حوالي كوباية جبنة موزاريلا. انت لو عندك جبنة شيدر تانية تزودي عليها مفيش مشاكل. والعسل كالاتي، مقادير العسل او الشربات بتاع الكنافة عملته كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه، او كوبايه سكر على كوبايه ميه حسب الرغبه او حسب الكميه اللي انت هتعمليها. المهم ده قد ده بالظبط. واول ما غلت حطيت عليها ليمونه عصرتها، عصير ليمونه كامله، وعليها معلقه صغيره بودر الزعفران اللي اداها لون اللي انتوا شايفينه حضراتكم من شويه. وان شاء الله اللي هيفضل منه الكنافه، طبعا مش هعملها كلها بالكنافه نابلسيه، هخلي منها جزء بسيط وهعمله يعني شريحة واحدة بس هحمرها دلوقتي معاكم هتشوفوني، وهنعملها ان شاء الله مع بعض كاسات كنافة بالمانجا بإذن الله ومهلبية المانجا، تعجبكم جدا ان شاء الله. دلوقتي بقى تابعوني، انا حطيت السمنة على السكر وجمعت التلات مقادير على بعض كويس جدا، وبعد كده نزلت في الطاسة صغيرة او صينية حسب ما انت عايزة تقومي حطاها. طبقة الاول رفيعة كده، طبقة صغيرة خالص. انت طبعا الكنافة دي لما بناكلها في اشهر مطاعم اللي بتعمل كنافة النابلسية، طبعا لو انتوا عارفينه عندكم فكرة عنها، بتعمل على طول على النار في الطاسة كده، وعلى النار وانت واقفة تجهز سخنة، بتتاكل سخنة. تمام، انا حطيت اول طبقة منها وهسويها واظبطها زي ما انتوا شايفين كده بالراحة. وهنزل بقى بالجبنه الموتزاريلا او الشيدر، اي نوع جبنه عندك حسب نوع الجبنه اللي عندك بتحبي تحطيها حطيها، بس طبعا مستحب ان يكون شيدر وموتزاريلا. انا طبعا عندي المتوفر اليوم ده وكان موتزاريلا، فانا هحط موتزاريلا بس زي ما انتم شايفين كده. هسويها واظبطها تمام شايفين. وهننزل دلوقتي ان شاء الله بالطبقه الثانيه على الوش. طبعا حبايب قلبي كنافه تعمل على النار زي ما قلت لكم من شويه، بتعمل على النار وانت واقفه، بتتقلب وانت واقفه، وبتسيب الشربات اللي هو محطوط له بودره الزعفران اللي بتديها لون الاصفر غامق ده. انا بس يعني كترت البودره شويه، انت ايه اظبطيها. المفروض معلقه بودره صغيره، انا تقريبا حطيت يعني المعلقه مليانه كانت، فادى اللون غامق شويه، بس هتلاقوها هتعجبكم في الاخر جميله حلوه خالص، طعمها كده حلوه جدا، في يعني سنه مزازه بسيطه خالص، فطعمها يجنن يجنن، هتعجبكم جدا. دلوقتي زي ما انتم شايفين حضراتكم انا نازله طبعا بالطبقه الثانيه من الكنافه وهظبطها واسويها. انت حبيتي ممكن تعمليها في صينيه تحطيها بردك في الفرن وترجعي تقلبيها، او تحطيها فرن والع تحت وفوق وتحطيها حوالي ربع ساعه وتخرجيها سيبها بالشربات حاجه ترجع لك. بس انا مني انا رحت الكافيتيريا عند احمد اخويا في 15 مايو، وشفت واحد بيعمل الكنافه النابلسيه واحنا اشتريناها، والفيديو ده ان شاء الله هنزله لكم باذن الله. هو عملها كده قدام، بس هو مرضيش يخلينا اصوره. تمام، عملها كده في الطاسه قدامي، هو طبعا كان مجهز عنده بس بيسخن فيها تسخين ويقوم حديها لك، يعني ما بيعملهاش كده من الاول للاخر، لا بتبقى القطع عنده بس ايه ناقصه سوى حاجه بسيطه مثلا. تمام، فبيعملها قدامك سخنه تاني ويرجع يسقيها بالشربات اللي هو عليه بودره الزعفران. اديني عملت اول طبقه وقلبتها، واديني بنزل اهو بعملها بنفس الطبق، بحط عشان تحمر على الناحيه التانيه، بسيطه سهله. طبعا انا ما حطيتش في المره التانيه سمنه، ان هي طبعا فيها سمنه اصلا كتيره، ودي طاسه تيفال مش محتاجه سمنه كمان مره عشان ما تبقاش دسمه قوي كده. تمام، ويطلع اللون جميل خالص شايفين اهو، خلاص فاضل حاجه بسيطه بقول لكم خلاص كده هنحطها. اديني اهو بنزلها على الطبق بالراحه، او نزلتها على الطبق شايفين. وادي طبعا زي ما قلت لكم الشربات بيكون طبعا سخن، انا طبعا كان بيرد سخنت اهوت، وهنزل بيها انزل اهوت بكبشتين بالظبط على قد الطبق اللي انا عملته بتاع الايه كنافة، على قد اول قرص انا عملته. بس القرص طبعا ده ما تنسوش انه محشي جبنه موزاريلا، هي ديت اساسيات الكنافه النابلسيه، ان هي عباره عن كنافه وشربات في بودره الزعفران ومحشيه جبنه موزاريلا من جوه، يعجبكم جدا جربوه. وكده بسهوله، شوف انا سقيتها اهو، وبسهوله بعد ما سقيتها لو في عسل زياده انا هصفيه عادي، مش هيبقى في اي مشكله. انا فعلا وانا بسقيها كان في عسل، ركنتها ثواني لقيت في عسل زياده نزل من على الطروف، صفيته عادي مش فيش اي مشكله خالص. شايفين قدامكم دي بقطعها اهيت، شايفين جميله، الجبنه جواها روعه،
تحفة، هتعجبكم جدا، جميلة جدا جدا جدا، وتتاكل زي ما انتم شايفين كده سخنة، شايفين البخار طالع منها ازاي. هي تبقى تقيلة شوية بس في منتهى الجمال والروعة. محتاجة تكوني انتي بقى متغدية غدا خفيف او عشاء خفيف، وتقومي ايه محلية بقى بخرطة الكنافة من دي بقى بالشرايح والمانجا زي ما انت عايزة بالمكسرات، بس انا اكتفيت بيها كده، وكان حاطة عليها ساعتها فستق حلبي حاجات بسيطة بس انا مش متوفر عندي ما اكذبش، فانا هي عجباني كده وشكلها كده جميل. وهرجع دلوقتي قدام حضرتك واحط لها كريم شانتيه واحط لها شرايح مانجا كمان، اديني بوريها لكم اهيت كده. انا يعتبر خلصت معاكم كنافه النابلسيه. طبعا عندي طبعا كنافه فاضله زي ما انتوا عارفين في الطبق، هنروح بقى دلوقتي مع بعض ونعمل قرص ايه تاني، وكنافه بقى قرص مش محشي يعني، هحطه برضك نفس الطاسه واقليه على الناحيه التانية. واديني عملت زي ما انتوا شايفين اهو، اهو عملت قرص اهو زي ما انتوا شايفين. نروح مع بعض بقى ونجهز ايه كاسات الكنافه بالمانجا. قرص سهل خالص يا جماعه انتوا بتعملوه، فردته كده في الطاسه، اصفر من ناحيه من حسيته انه اصفر قلبته على الناحيه التانيه، حطيته برضك وسقيته بنفس الشربات، بس شربات خفيف قوي حتى شايفين شربات خفيف قوي، غير الطبقه التانيه بتاعت الكنافه النابلسيه. وكان عندي طبعا ثمره مانجا خدت منها شرايح عملتها مكعبات، وبقيت المانجا كحتها بالسكينه عملتها زي المهلبيه كده. اديني حطيت طبقه من الكنافه وطبقه من العصير او المهلبيه بتاعت المانجا، وهنزل اهو بطبقه تانية بظبطها بس اهو زي ما انتم شايفين. الكاس ده جميل تحفه قوي، انا بعد ما عملناه كناه ودخنش بصراحه، بس طعمه تحفه فوق الخيال، طعمه جميل جدا. كاس الكنافه بالمانجا بجد جميل، كل ما اعمله بعايز اعمله مره تانية، عملته كذا مره بس المره دي بجد حبيت ان انا اصوره معاكم، وبدل ما اعمل فيديو ده كاسات كنافه بالمانجا، لا انا حبيت اعملهم الاثنين في فيديو واحد، الكنافه النابلسيه مع الكنافه اللي هي بالمانجا في الكاسات زي ما انتم شايفين. نزلت بقى بالطبقه الاخرانيه بردك اللي هي بالمانجا او بعصير المانجا او مهلبيه المانجا، وبردك قرنشه من فوق بمكعبات مانجا. الكاس ده جميل جدا تحفه خالص، وبتشتريه من اي مكان غالي قوي طبعا، شفت انا عملته بتكلفه حاجات بسيطه وفي البيت، مانجايه واحده عملت لي كذا كاس. هعمل بقى كاس تاني، بس الكاس دوت بقى هحط فيه الكريم شانتيه، مرضتش احط في الكاس تاني كريم شانتيه لو الولاد مش حابين، اللي حابب ياكل كده حابب، واللي حابب ياكله بالمهلبيه براحتك يعني، انت ايه حسب ما ولادك عايزين شكل لهم، وابدعي بقى في الكاس ده زي ما انت ايه زي ما ولادك يحبوا. دي نزلت بردك اهوت بالكريم شانتيه، يبقى طبقه كنافه طبقه مهلبيه او شرايح مانجا، وبعد كده اهوت كريم شانتيه. هنزل دلوقتي تاني بقى بشريحه كنافه كمان. الكاس ده جميل جدا يا جماعه، بتشتروه من اي مكان غالي خالص، ما انت تعملي في البيت بقى بالطريقه دي تعجبك جدا. الكنافه اصلا كانت طازه وجميله، انا جايباها من سوق الجمعه كانت طازه وحلوه جدا. بعدين نزلت بردك بمهلبيه المانجا او شرايح المانجا، هنزل دلوقتي بردك كمان الطبقه الاخرانيه بالكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده، عجبكم جدا يا جماعه الكاس ده تحفه خالص بجد، اتمنى ان انتوا تجربوا اي حاجه من الفيديو النهارده، الكنافة بالمانجا والكريم شانتيه او الكنافة النابلسية سيان ده او دوت. انا اتمنى بجد واتشرف ان انتوا تعملوا حاجة شفتوها عندي في القناة بتاعتي، واتمنى لاول مرة يشوف القناة منساش يا جماعة يفعل الجرس ويشترك في القناة معلش، ويكتب لي كومنت حلو وايه تاني وايه، ومتنسوش تفعلوا الجرس كويس عشان توصلكوا كل جديد مني واختراعات الافتكاسات بتاعتي واختراعات بتاعتي. بحبكم في الله، يا رب يكون بيعجبكم اللي انا بقدمه لكم، يا رب الكاس يكون عجبكم، شايفين شكله تحفه ازاي. اه دوت الكريم شانتيه ده بمهلبيه المانجا او شرايح المانجا، ودوت طبعا الايه الكنافه النابلسيه شايفين، هي بتتاكل سخنه طبعا، هي طبعا بردت فتلاقي بقى ايه الجبنه ايه تمط حاجه بسيطه مش زي الاول، لما بتكون سخنه بتبقى ايه بتبقى سايحه كده. جميل جدا، يا رب يكون عجبكم ان شاء الله. اوعوا تنسوا يا جماعه مقاديره سهله جدا، حاجه بسيطه ومش مكلفه خالص وتحفه، وحاجه تشرفك قدام ضيوفك الكنافه النابلسيه او كاسات الكنافه بالمانجا. اتمنى تكون عجبت حضرتكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.